تاع ميسي اليوم صافي لونطون ما حكيناش على ليونيل ميسي. اليوم ليونيل ميسي اول لاعب في تاريخ دوري ابطال اوروبا سجل على 40 نادي، واللاعب الوحيد سجل على 40 نادي باضافه بنفيكا. الحق 127 هدف في دوري ابطال اوروبا، خصو 14 يونيتي على كريستيانو رونالدو. هذا الموسم منذ بدايه الموسم 15 مباراه 12 هدف 8 تمريرات حاسمه، مساهم في 20 هدف. اختير 13 مره من اصل 15 مره لعبهم في 15 مباراه رجل المباراه، يعني 13 من 15. اليوم 7 ديال غاني سور 7 و 5 دريبل ريوسي سور 5، يعني سي دي ستات صح. خرج سوفر دام تيبوبو اون نيفو دو لاكويس، خروجو اليوم. اليوم ليونيل ميسي في المستوى اللي راه فيه، مستوى تاع نتمناه هو لجماليه كره القدم انه يفوز بكاس العالم في قطر في شهر ديسمبر المقبل. اليوم ميسي راه في مستوى لاعب بطل العالم. رجع ميسي ماشي